السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حلوين عاملين ايه؟ معاكم ميس آلاء مدرسة اكتشف الصف الاول الابتدائي. هناخد المحور الاول من اكون، الفصل الاول اعرفني. طيب هنا يا حلوين بيقول لي ايه؟ ارسم صورة لنفسك، يعني انا هرسم صورتي. انا رسمت صورتي وبيقول لي هنا اسمي. اسمي ايه؟ اسمي امل مثلا. ماشي. طيب هنا بيقول لي البصر، فاكرين الحواس اللي احنا خدناها قبل كده؟ بيقول لي ارسم شيئا تراه في الفصل واكتب اسم ذلك الشيء. طيب تعالوا نبصوا كده ايه اللي موجود في الفصل. ايه اللي موجود؟ كتاب. برافو عليكم. هكتب انا ارى كتاب. برافو شاطرين. طيب اسرتي في الحديقه، ارسم دائره حول الاخ والاخت واستكمل تلوين الصوره. عندي هنا الطائره ما كانتش متلونة فهلونها، وهرسم دائرة حول الأخ والأخت. برافو عليك. طيب هنا عندي بيقول لي أسرتي، ارسم صورة تظهر أفراد الأسرة وهم يستمتعون بأكتر. هرسم أنا وأسرتي، يعني أنا وبابا وماما وإخواتي، وإحنا مثلا قاعدين في الحديقة بنستمتع بوقتنا. برافو. طيب هنا بيقول لي العائلة، هنقرأ قصة صغننة كده ونشوف العائلة دي بتعمل ايه. الجدة تقرأ كتابا، ارسم دائرة حول الكتاب. ها فين الكتاب؟ برافو. طيب الخالة سارة تتحدث مع الأم، فين الخالة سارة والأم؟ نعمل دائرة عليهم. طيب بلون مختلف، كل دايرة هنعملها بلون مختلف. طيب نبيل يلعب بلعبته الجديدة مع ابنة خالته، هنرسمهم هما الاتنين حواليهم دائرة بلون مختلف. هو عاوزني هنا ارسم حوالين نبيل وابنة خالته مربع، مش دائرة زي بقيت ما كنا عاملين مع الباقي. تمام. يبقى كل واحد ليهم رمز مختلف. حواسنا الخمسة، ارسم خطوطا لتوصيل كل حاسة بالعضو الجسم المسؤول عنها. ها او عندنا هنا ايه دي؟ او اول صورة عندنا دي ايه؟ عين. يبقى العين دي حاسة ايه؟ البصر. طيب ايدي، ايدي دي حاسة ايه؟ اللمس. طب وداني، مين هيغششني وداني دي بعمل بيها ايه يا ترى؟ بسمع بيها، حاسة السمع. طيب والفم، بقي ده مش باكل بيه، بعرف مين ايه الحلو والمر. برافو. يبقى حاسه التذوق. مناخيري، بعمل انا كده بشم، يبقى حاسه الشم. برافو عليكم شاطرين. طيب هنا تمثال نفرتيتي بيقول لي ايه اوجه التشابه بيننا وبين التمثال. في اوجه تشابه، ايه هي؟ عندها عين ومناخير، انف وفم واذن، مش ده التشابه اللي ما بيننا؟ طب ايه اوجه الاختلاف بيني وبين نفرتيتي؟ ان هي تمثال، كائن غير حي، وانا كائن ايه؟ حي. برافو عليكم. طيب هنا بيقول لي دكتور مجدي يعقوب، يعني ماذا ترى في هذه الصوره؟ شايفه ان هو راجل كبير وعنده برضو زي ما قلنا قبل كده عين ومناخير انف وفم واذن وبش يعني وجلد شبهنا. طيب ايه الالوان اللي انا شايفها؟ ابيض واسود. طيب ايه الاجزاء اللي يمكن ذكر اسمائها في وجه؟ زي ما قلنا انف، عين، فم، اذن. طب ايه اوجه التشابه؟ ما هو كائن حي زينا. طيب شاطرين يا حلوين، وكده يكون خلصنا الدرس بتاعنا. اشوفكم على خير. سلام.